رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. معايا هند منوراني النهارده، واسطر واحده فكرت اسطر واحده النهارده فعملت لنا الممبار بوبس، ودلوقتي هنعمل دونتس، وكمان شويه هنعمل زلابيا. الحلقه النهارده تقيله، كل الحاجات اللي انتم كمان كنتوا تسالوني عليها النهارده اهو كمان هنعمل الزلابيا، كان في ناس كتير جدا بتسال عليها، هنعملها بطريقه حلوه جدا بس بعد ما هنعمل الدونتس. دلوقتي يا هند هنعمل الدونتس، او ممكن يا شيف برده العجينه دي للدونتس اللي هو بيبقى محشي من جوه، يعني الاثنين يمشي للاثنين، او اللي هو المخروم اللي احنا تمام نحشي شوكولاته نوتيلا مربى اي حشو احنا بقى بنحبها هتبقى كويسه معايا. اوكي اول حاجه انا هحط، طب استني نقول مقادير. المقادير قبل ما عندنا 4 كوبايات دقيق، عندنا نص كوبايه لبن، نص كوبايه ميه دافيه، وعندي كمان 2 بيضه و2 معلقه من الخميره كبيره، و2 معلقه سكر، وعندي كمان 4 معالق من الزبده وفانيليا، وللتزيين شوكولاته خام وفارماسيل. يبقى تاني هقول مقادير، عندي للدونتس 4 كوبايات من الدقيق، عندنا نص كوبايه من اللبن، ونص كوبايه ميه دافيه، و2 بيضه، و2 معلقه كبيره خميره، و2 معلقه سكر، و4 معالق زبده وفانيليا، وللتزيين شوكولاته خام وفارماسيل. تمام كده. اول حاجه انا هحط بقى الميه. هتحطي الميه في العجينه اول العجينة حاجه؟ طب افتح لك العجينه سهله انا بس تمام كده. تمام حطيتي الميه، هحط اللبن. اللبن بتحطي السوائل الاول؟ احط كل السوائل، نص كوبايه ميه دافيه واللبن، هو يا ريت تبقى قطره تبقى احسن. واحط المعلقه السكر، واحط الخميره، والبيض، واحط عليه الفانيليا بس كده. قولي لنا تاني كده حطيتي ايه؟ انا حطيت السكر والخميره والميه الدافيه واللبن والبيض والفانيليا بس كده. انا بقى هخلطه شويه. كده هقلبه بس شويه كده مع بعض. هبقى اجيب لك الزبده. في الزبده بس بفكها شويه، لو معلقه بس او سباتشوله نزل بيها دقيق. تمام كده، وهنزل نص دقيق مش هنزله كله. ارفعها لك. دلوقتي انا هنزل نص دقيق مش هنزله كله. هنزل 4 كوبايات كله؟ لا هنزل بس نصه. اوكي كده. الزبده تمام اهي ساحت. انا نزلت نص دقيق دلوقتي، واشغل بقى عليه لا اخلي الزبده. طيب أوكي. اما بس ده يتعجن شويه احط الزبده. تمام اوكي. حطينا السوائل في الاول مع الخميره والسكر، وبعد كده حطينا نص مقدار الدقيق يتعجن شويه، وبعدين هتكمل. نزلت بس بنص مقدار، هعجن بس كده لغايه ما الاقي السوائل الدقيق شرب السوائل، هروح احط عليه الزبده على طول. نزل لك الدقيق شوية اللي على الأطراف. بس كده عشان يختلط كويس. هي عايزة دقيق يتشرب كل السوائل الموجودة. خلاص مش كفاية كده دلوقتي، خلاص بعد ما دي شرب السوائل هحط دلوقتي الزبده. تمام ونخلط واخلط تاني. تمام دلوقتي بقى انا هحط بقيه كميه الدقيق كده لغايه ما يتعجنوا، بس اهم حاجه بقى نقعد بتاع 10 دقايق كده في العجينه، او لو مفيش عجينه نعجن على ايدينا. اهم حاجه في الدونتس ان هو يتعجن كويس.
الدوناتس زي ما قلت لكم قبل كده زي المخبوزات، يعني لازم يتعجن كويس جدا زيه زي البيتزا زي العيش زي اي عجاين فطاير جبنه، الكلام ده كله محتاج ان احنا نعجن فيه كتير بتاع 10 دقايق سواء على ايدينا او على العجان لحد ما يبقى يعني ما فيهوش مسامات خالص مفتحه، تبقى العجينه ملساء تماما معانا. عايزين نعجن لحد ما العجينه تلم معانا زي ما قلنا عجن مستمر حوالي 7-8 دقايق. طبعا احنا مش هنعجن 7-8 دقايق عشان وقتنا، هنوريكم بعد ما العجينه خمرت، بعد ما العجينه يعني سبناها اتعجنت وسبناها تخمر شكلها ايه. عايزه العجينه بتاعت الدونتس بعد اذنك. يبقى احنا حطينا الاول السوائل وبعدين حطينا الدقيق حطينا الزبده وبعد كده قلبنا كله مع بعض وبعد كده خلطناه، بعد ما العجينه اتعجنت كويس هنسيبها تخمر. بعد ما خمرت بقى ده شكلها معانا. طيب بقى ايه نشكلها بقى دلوقتي؟ عايزين خلاص شويه دقيق بعد ما تخمر التشكيل. عايزين شويه دقيق اسلام بعد اذنك. اجيب لك نشابه. يا ريت. حاضر. بصوا بقى قوامها كمان، عايزاكي توريهم قوامها كده. اهم حاجه يكون برده ملمسها ناعم وما تكونش يعني هي بص طريه معايا اهي في ايدي تتشكل، حتى لو من غير نشابه ممكن اشكلها بايدي كمان. تمام. بس كده انا هحط بقى شويه دقيق. اوكي. والنشابه هجيبها لك حالا. بصوا طريه تمام. يعني انا ممكن كمان اشكلها من غير نشابه لانها سهله. بس هي النشابه بقى عشان تساوي الوش ما يبقاش فيه حته طالعه حته. شويه دي كده. تمام. نرش بس دقيق وبعدين نحط العجينه وبرده رشينا شويه كده فوق الوش، وبرده عايزين نوريهم القطاعات. والقطاعات يا ست اهو كده تمام. هنفردها، هنفرد بقى العجينه من برضو ما نرفعش العجينه. طيب. تبقى سمكها تخين كويس عشان الدونس بيبقى عالي، كل ما برضو ما بيبقى عالي معايا بيبقى حلو بيدي شكل احلى كده. خلاص هو ده السمك اللي انا عايزاه. يبقى كده تمام. هقطع بقى بالقطاعات. طب انت بتقطعي يعني تقطيع دايره كبيره وبعدين دايره جواها دايره صغيره اهو. اي قطاعات عندي هقطع دايره كبيره كده، حتى لو عندكم كوبايه مثلا وغطاء ازازه يعني مفيش مشكله. البوله يا شيف برضو ممكن. تمام. اي بوله حسب بقى انت ما بتحبي الحجم اللي انت بتحبيه من الدونتس تقطعي. في برضو بيحبوا صغير وفي بيحبوا كبير. تمام. حسب ما بيحبوا بقى. دي الدايره دي كبيره قوي. في ممكن تبقى دايره اصغر. كان في دايره اصغر انا هجيبها لك حالا. هي على العموم بيبقى نفس الشكل ده كده. خلاص تمام. خلاص يبقى احنا بنقطع دايره كبيره ودايره صغيره. دايره صغيره وبعد كده بنسيبها تخمر تاني لمده ربع ساعه. مهم قوي موضوع ان هي تخمر تاني، يكون في مكان دافي عشان اضمن ان هو يتخمر تخمير كويس. اهم حاجه في الدوناتس برضو ان هو يتخمر كويس يعني عشان يعلى معايا. ده كان سمك دي بس بعد التخمير بصوا بقى شكلها عامل ازاي. بيعلى معايا وبرضو اما بيتقل في الزيت بيعلى اكتر. تمام. انا عايزه اقرب لك الزيت هناك. خليكي زي ما انت. تمام. تقدري بقى تقلي. انا هقلي بقى. هقلي من هنا. يلا هبص عليك انا. خدي الطبق. خدي الطبق. هو الزيت سخن قوي. هو برضو درجه حراره الزيت يبقى متوسط ما يبقاش عالي قوي. تمام. عشان الدونت طفيه لك عليه. مش مولعه. استنى برضو عشان ايه ما يتحمرش. تمام. على طول الدونت برضو عايز درجه حراره متوسطه عشان ما يتحرقش عشان يبقى مستوي من جوه نايم. فخدوا بالكم الموضوع ده برضو. بس هو بقى الزيت سخن هنحطه خلاص كده. تمام. بصوا اول ما بتنزل بترفع تاني. لو في شوكه او حاجه عشان هو يتقلب على طول.
واول ما يتحمر من تحت هروح قلبه على الوش التاني كده. هو برضو ما بياخدش وقت. حلو قوي. ما بياخدش وقت في التحمير. لو احنا بقى بنحمر ممكن كمان نكسب وقت ان احنا نطلع فاصل واحنا بنحمر الدوناتس. يبقى حطينا السوائل، حطينا بعد كده الدقيق، حطينا الزبدة، عجلنا العجينة كويس جدا لمدة 10 دقايق، وبعد كده فردنا العجينة بشوية دقيق وشكلناها دايرة كبيرة ودايرة أصغر بعد كده، وسبناها تخمر مرة تانية. يبقى سبناها تخمر مرة وسبناها تخمر مرة تانية، وبعد كده دلوقتي قليناها بعد التخميرة التانية. لو فيها طبق أو حاجة طلع فيه. أوكي هجيب لك حاجة. ممكن أجيب لك طبق من هنا. وهنطلع بقى الفاصل. واحنا بنقليه كده. هبصوا كده تمام جدا. هنطلعه. خلاص اتحمر. هنطلعه بقى كده يبرد، ولازم يبرد خالص. قبل ما احط عليه بقى الشوكولاته وازوقه زي بقى اشوف. لازم تسيبيه يبقى تزويق. انا بحبه بقى الدوناتس دوت، في بقى يعني اختيارات كتيره قوي ليه. حلو قوي. تمام بس كده تمام. هنطلع بقى فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل بقيه حلقتنا. استنونا انا وهند.